نظمت مؤسسة بيك الجزائر بمدينة مليانة دورة رياضية في كرة السلة جمعت 32 فريقا من 24 ولاية كنشاط ترفيهي ورياضي يهدف إلى تدعيم لاعب هذه الرياضة وسط حضور جماهيري محتبر. الدورة الأولى الوطنية اللي عرفت مشاركة أكثر من 32 فرق جونا من 24 ولاية، ونشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة من بيك الجزائر قاعة الوحدة مليانة والفيدرالية الجزائرية لكرة السلة. مليانة معروفة برياضة الباسكت، وقلنا وعلاه مش نديروا الدورة هذه يعني للشباب اترافير ناسيونال كامل، تدعيم اصلا الرياضيين، ويعني انه نحن بهذه الماركات انه نكونوا يعني في خدمة الشباب وفي خدمة الرياضة. اجواء اللاعب عرفت شروطا خاصة، اين اقتصرت المباريات على نصف الملعب وثلاثة لاعبين من كل فريق بغرض تسهيل مشاركة الجميع من محترفين ومبتدئين والذين أعجبوا بالمبادرة وظروف التنظيم. لوتورنو هذا تندار فان تيران دومي تيران دونك 3 كونت 3 باش كيما يقولوا ميم لي كونديسيون فيزيك يكونوا ابوردابل، دونك الناس قاعد يقدروا يبارتيسيبي، وهذا لوتورنو كان فيه بروفيسيونيل اي اماتير. زورغانيزاتور عطاهم صحة وينوفروا لنا واش لازم وكاع واش لازم باش يكون تورنوا هذه، وين كانت اون بروميير مليانة فوالا ان شاء الله تكمل هكذايا. دورة بيك الجزائر كانت مناسبة لالتقاء أجيال كرة السلة، فرصة تعلم من المحترفين وفضاء جمع عشاق هذه الرياضة في 3 أيام على أمل أن يعاد تنظيمها في مناسبات أخرى.